الله وبركاته. مشاهدي قناة فكرة لبكرة، معاكم سارة. انا عملت التوكة الحلوة دي، ولو عايزين تعرفوا احنا عملناها ازاي، سهلة وبسيطة. عملناها من بواقي قماش عندنا زي ما انتم شايفين. كل اللي هنحتاجه هرسم دوريات على القماشة كده من بقية عندي اهي، بالكوباية، واي قلم عندك هرسم على ظهر القماشه، ماشي، عشان الحبر ده ما يضايقنيش بعد كده اهو. وهعلم بالقلم. انا محتاجه ايه، 12 دايره، ماشي، وبالمقص ودي الدايره معانا اهي اللي احنا قصيناها. هنعملها ازاي بقى؟ الشكل بتاعنا اللي هيتكون منه التوكة معايا، ادي الدايرة اهي واضح، هعملها كده اهو نصين، واضح معايا بايديا اهو، واضح. بعد كده هعملها طبقة تانية، هقفلها تاني، هخليها ربع، يبقى بعد ما اعملها نص هعملها ربع، واضح معايا اهو. وهبتدي اجيب معايا، يبقى تاني هي دايرة اهي، هقفلها بالنص، بعد كده ربع، خلاص اهو، عشان اكمل معايا اعمل معايا الزهرة بتاعتي. هبتدي اجيب معايا كده بالإبرة وامشي غرزة جنب غرزة، غرزة جنب غرزة، مش مهم تكون واسعة او ضيقة اهي، ما امشيش غرز فوق بعض، غرزة جنب غرزة. غرزة جنب غرزة اهي، غرزة اهي جنب غرزة، غرزة وهشد اه، واضح. انا اصلا وانا بشد بصوا هتلاقيها هتتكون اهي، اهي واضح معايا اهو، كمل اهو غرزة وهي معايا اهي، اهي هاجي عند الفتلة دي كده الخيط ده وهشد كده اهو عشان تتكون معايا دي اهو اهو. وهعمل لها عقدة في الاخر اهي، هقفلها بقى، اشدها زي الحجم اللي انا عايزاه، وبعد كده اقفلها اهو، اقفل عشان ايه، اضمن ان هي ما تتفتحش مني اهو. خلاص هجيب المقص وهقص، بس اتكونت معايا الغرزة دي، واضح. هبتدي اجيب معايا الغرز التانية، انا عملت اهو عشان وقتنا، دي وعملت دي وعملت دي. هنعمل دي ازاي بقى، نوصل للمنديل دي ازاي؟ انا التلاتة دولت جنب بعض اهم، ركبتهم فوق بعض هنا اهي، اديت لكل واحدة فيهم غرزة اهي جنب اختها، دي اول ثلاثة يعني، جبت كل واحدة من دي وكونتهم، واتنين عملتهم، يبقى انا هحتاج هعمل ثلاثة هلزقهم جنب بعض، اتنين مع بعض ودي واحدة، خلاص. هعملهم ازاي بقى؟ برضو بالابرة بتاعتي، هجيب بقى الاتنين دولت احطهم فوق ديت اهو اهو، واضح اهو، وهديهم غرز كده بالراحة، ممكن تلزقيهم عادي يعني بالشمع، مسدس الشمع
بس انا بخيطهم اضمن يعني اهي، يبقى كل اللي انا بعمله بس هخيطهم كده فوق بعض، هظبطهم هخيطهم كده فوق بعض ماشي. وبعد كده هحط دي برضو، هديها غرزة من تحت معاهم اهي، اخر واحدة دي هديها غرزة معاهم، يبقى انا بركبهم كده فوق بعض وهديهم غرزة. خليكم معايا، شايفين واضح معايا كده؟ بقى عندي دي ودي. هعمل ايه؟ هخيطهم في بعض، هحط دي على دي كده وهخيطهم في بعض. اهو انا لسه معايا اهي، وبعد ما خيطناها وصلناهم ببعض اهو، واضح. هجيب اي معايا اي قماشة صغيرة كده وهتنيها معايا وهحطها هنا كده، واضح معايا؟ هخيطها وارجع لكم. زي ما انتم شايفين معايا خلصت كده اهي، اهي واضحة خلصت. انا بس كل اللي هعمله هجيب ممكن فص زي ده وهلزقه وده شكلها النهائي. يا رب تعجبكم، وشكلها تحفة وجميلة، وعملناها من بواقي قماشة حمرا كانت عندي. اي لون انتي تعمليه، وينفع تعمليها مشروع وتعمليها شغل، وممكن بقى نلزقها على توكة زي دي كده اهي اهي، توكة زي دي وتبقى مشبك شكلها حلوة، وممكن توكة زي دي كده كبيرة اهي اهي، دي ممكن الزقها هنا كده واعملها تبقى عندي توكة توق حلوة. وممكن احطها على بندانة استيك كبير واعملها. ويا رب تعجبكم، ما تنسوش بقى لايك وشير، والى اللقاء الاخر ان شاء الله.